السؤال السادس، إذا مسألة أبعاد وتحليل أبعاد. The equation for the final velocity of a train starting from rest is given by Vj equal AVi plus Bt. The dimension of B is. إذا المعادلة تاعنا مكتوبة أمامكم هنا. نذكركم أنه ما يوجد على اليسار يجب أن يكون من نفس البعد مع ما يوجد على اليمين. وأيضا هنا على اليمين لدينا مجموع، فبالتالي العنصر الأول لازم يكون من نفس البعد مع العنصر الثاني، وبالتالي العناصر الثلاث هذو VF AVI و BT كلهم سرعة. إذا AVI and BT must have both the dimension of velocity، وبالتالي BT اللي هو المطلوب BT عنده إذا dimension of length okay divided by time. إذا أردنا الدايمنشن لـ B إذا لازم نقسم الاثنين بالزمن، أوكي، ونتحصل على dimension of B is the dimension of an acceleration LT minus 2. إذا طلب مني ما هو بعد البارامتر A، إذا AVI is the velocity، إذا حتما بما أنه VI is the velocity then A has no dimension، أوكي، إذا كان بالطبع متطلبات إضافية للمسألة هذه.